بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين ودين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، درسي ودرسي شري تونات كان ميدا من كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني عليه رحمة الله، وحين نسدن بيسي وأن كسوق هذا حديثك إمام أبو داود يغير كيسو سارين أو إمام الألباني وكان جهرك إصرارك قراءة صلاة الليل أو أها الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة حديث كاس أو أن إشارني إنو سنباب كان تعلق لهين أو حديث عام ويهي إمام كان علاذا ماشان أكيني ونظر كسو غنيهاي حديث كاسنا سنة كيسائي وحكشيغين ويكو علمنا قار كهالين، لكن إمام أبو زرعة وحو إشاري إنو يهي رواية داس سيدة صحيحها إنه يسوغن تهي باب كان وباب كا لواتني سغالات عليه إمامك عليه رحمة الله ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلوات نبي صلى الله عليه وسلم أخرين جري أي أبابي هاي صلى الله عليه وسلم أخرين جري لأن سنوينك من كصوب حني صلاة الفجر بأن الله بالله دونتو صلاة يفرلك. وأما ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم وحكو أخرين جري نبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات صلاة أو من الصور سورة والآيات آيات فإن ذلك أرنت سيضع يختلف وإسغلافها يوي باختلاف الصلوات الخمس صلاةها الشنتة سيء أكل الدوينيهين أي قراءات كل نبي صلى الله عليه وسلم وكل آخرين جرينا أي أكل الدوينيهين إي وغيرها غيرك. وهاك هو بوير مركة تفسير ذلك أرنت سيضع أكل الدقن مبتدئين أنه كب اللعبانين مبتدئين أنه كب اللابنين بالصلاة الأولى صلاة أوه الرئيس أو من الخمس شنطة كمدة صلاة الشنطة فر الكاء مدة أوه الرئيس أنه كب اللابنين أمرك وحيري أو كردي ديغان قبصو لمركو وحسي صلاة الفجر صلاة الصباح كان وحوها صوبنا صلى الله عليه وسلم يقرأ مد أخريه فيها أي في الفجر صلاة الصباح بدوال المفصل سبع خميسات كويسة دادير سورتها دادير سبع خميسات أيو كو أخرين جري مفصلنا وحسو شغن الله سبع خميسات صابت لو بحيينا لوا الرموت أيا مركو حوهي أنسو شغني فكان وحوها أحيانا المرمر يقرأ مد أخرية سبنا صلى الله عليه وسلم سبع وحو كو أخرين جري الواقعة سورة الواقع وحو كو أخرين جري إيه ونحوها واقعة سورة لمدكا ومن الصور صوركا في الرقعتين لبدا الرقعات في الرقعتين مشان إمامك وحوكا قد قلي وحو النبي صلى الله عليه وسلم سلاذها فرلكا وكو أخرين جري أو سورة أما آيضا كدب حوكو بالله ذي سلاة الصباح مركا وحو الشيغي إنو النبي صلى الله عليه وسلم أخرين جري سورة دادير سبع خميسات مرمر نوحوب عيمينو كو أخرين جري سورة الواقعة إيه سورة دا اللامتكا لأن سورة دا سبع مفصل كاو دادير بيكو جرتا لأن سغاشين دور آيضو مركز يوحور رأيي في الرقعتين اللبدا رقعضو لفظي قنو في الرقعتين قلت الحديث وحصوص على إمام أحمد بن خزيمة ابن أحمد إمام أحمد ابن خزيمة لبضى وحصوص على إيه حاكم وانا صحيحي يلي ذهبنا وكوافقي لكن لفظي كان وفي الرقعتين أيا إمامك إنو كصوص على ماشان خلطاي معايا لي لفظي أكوما سقنين واجتهاد ومن الشيخي وحصو أرورتي إنو أخرين جري واقع صفرا ما هل رقعوا كو أخرين جري ما اللبضة رقعوا كو أخرين جري ما كسوكنا الرواياتك لكن إنو قيدو اللبضة رقعوا بواقعوا كو أخرين جري دهو واجتهاد من الشيخ
عليه رحمة الله. وقرأ هو أخريه من سورة الطور بو أخريه، وذلك أرنت أيضا أنا في حجة الوداع سنة كي حجة السقوتين تأيو أخري النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ من سورة الطور من تان وإمام كادر ما شكينا أيضا فيه نظر من سورة الطور. وحديثك ها إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخري سورة الطور وأخري أيضا من كجرين من تنه وحلق فهم يا إني تبعيدية تايو قيب كم إذا سورة الطور بوأخري سورة الطور أيو قيب كم إذا أخري. حديث كان وحصوص علي إمام البخاري مسلم إن كستوا إنه مشان لفظ البخاري سيد كوي مدى حديثه مسلم رضي الله عنها وأها وحن أشيك تيتري رسول كلاهي إن أنا حنون سنهايو مركز يعني قوني أبحي نبي وحو أخريي تري سورة الطور بو أخريي وطوافك تذكر قداشي سنة طوافه اللي حاجة الوداع به تذكر طوافك إن قداشي طوافه أيام مركوان حنون سنة قوني وان أبحي من وراء الناس مركز وحو نبي صلى الله عليه وسلم أذيقو قديد كذا صار طواف dadka gadaashoodan dawaafay bay tiri bayt gadaashiisa nabiga oo akhrin baan maqlahay tiri suuratu dhur akhnay labdi bukhari sa soo ee inuu qeydo oo min suurati dhur ka dhigo wa ijtihadun hadana waxa weeyo min sheekhi alayhi rahmatullah wa qaraa huwa akhri min suurati dhur bu akhri ay wadalika arinta yadana fi hajati alwidaa sanadki sagootinta وصنت النبي صلى الله عليه وسلم وحجي نبي هل مر بحجي هل كي مر بحجي أيو صورة كو أخري صلاة الصبح وكان هو صبنا صلى الله عليه وسلم أحيانا مرمر يقرأ مد أخريه قاف القرآن المجيد بو أخرين جري صلاة الصبح بو أخرين جري إيه ونحوها صورة الله ميت كاو في الرقعة الأولى رقعة أخرى حديث كان وحسوس على إمام مسلم ترمذي وكان هو صبنا صلى الله عليه وسلم احيانا غرغر يقرا ومد اخريو بقصار المفصل صبع خميسات سورته سكو غاغاون كاذا الشمس كورت سوره اذا الشمس كورت باخرين جري حديث كان ابو داود ومسلم سو ساري وقرا هو اخري مره مركله اذا زلزلت الارض واخري صلاه الصبح واخري في الركعتين labada ragcadoodba kiltayhima labada ragcadoodba wuxuu ku akhriyay ila zulzilat salaas subax baan la joogaa hatta ila qala rawi ila ukira hada rawiga xadiidka warinaya saxaabiga fala adri ma garanayo annasi ya rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulki ilaahi miyuu hilmaamay am qaraa dhalika amdan mise kasbu u akhri labada ragcadoodba inuu ila zulzilat nagu tujiyo salaas subax iyadoo ah ما قرن هاي أولي رسول الله ميوه المامي مسوا حوايا عمدا بوية ما كسبوا إياه لي مسواه المامي ما قرن هاي أولي حديث كان وحصوص على أبو داود بيهقي بسند صحيح فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم وسمين هاي أنا نسيان مئه وعمدا وفعله كسوا إياه له وقرأه أخرى مرة أخرى في السفر أصوى سفرة قل أعوذ برب الفلق بأخري سورة الفلق بأخري وقل أعوذ برب الناس لو رعود من رعدنا الحكدي يقول أعوذ بالفرق رعدنا الحكدي برب الناس حديث كان وحصوص على أبو داود بن خزيمة حديث كان وحكيم أما لفظه سوى النوع ما عندنا قصة أنت أنا الشيخ وقال لعقبة بن عامر عقبة بن عامر وضدك السفر كنبي الله السعودي كم يدعها ودير حديث وسوق إمامك أيا وحويري وحوغا ويرنا للسادي نبي إنه أخري قول أعوذ بالفلق بالناس إنه صلاة سبحة كتجي وحوغا أرين تاسب وير فهمي نبي وحوغا برتي سورة دير أخرناي أرين تيبا مركو ويرجع لهواي مركاسا وحال ويري عقبة وانت قاعد تلقبتي اقرأ في صلاتك صلاة هذا كو أخري المعوذتي كو أخري فما تعوذ متعوذ
فما تعود من مغنقل متعود من مغنقلها بمثلهما لبدا سورة دوت وحلا ماذا وقفك إلهي شهادين تأيو إشا إيو وحكا الصور لبقوا جيسنبو وشروة وح إلهي اللوغة مغنقل واللوغة دواده لبدا سورة وحكا خطر سن ماله سلاة دادو كنتو قالي كو آخر سلاة داد مرك إمام قادي من مرقار وصورة مارتي حوى إسكافر فرطو سلاة سوح يدو لجوه سوره هذا جابان والله أكبر تدحذذه يعني عدد كقارو حلاه من الله جابان وإذن إمام كزاك وعوي سوره هذا جابان منو تجي مركان سوره عمر سنين أو مركان حافظة جونو سوره ديرنا آخر أركبه سحافظة دوك تكناه إن عطينا إيو سوره هذا جابان بقفسن والله يسأل سوح جماعة هذا كودافت كون مركان هذا آخرن لكن سي سنة وعوي جماعة نفط كذا إمام كونوا من مر آخري ساسا وناكسم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال عمدا انه سمي وصحابي يقول لي رسول الله ما عمدي هو سمي بسبوه المام نبي صلى الله عليه وسلم على الاصل انه وحبه المامينو اي بس شيء الناس خصوصا عروره موين او انه رسول الله المام سيدي حديث ذو اليدين ونبي صلى الله عليه وسلم صلاه الله رعود بتجي مركز سو جيسه من ذو اليدين لدها صلاه الرباعيه حي رسول الله صلاه المياه لقابي مسوا حوايا وحبا عمر كلايمت أو هذه المامتين رسول الله ما هذه المامتين ولو كحشونا يا بل رسول الله مئة أرنت صلاة دي مئة وقت مئة لبدلوا الله بارك على مئة لوسو أكيد مس أرابه المامي صحابة نيافري أو بكر يا عمر بصفك ورفري مئة هالدين أيه نندو لدين لدها سين وياه صلاة الله بارك على مكلو رسول الله صلاة دي ملا جابين مس هذه المامتين من الله جابين من هالمام النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ورك أشيكتو دمبو وحاوة ما أهانيو يعني هو سلب العموم وح أشيكتو ورك أشيكتو دمبو من مجرو من الله قابلين سأني أنا مهي مامي نبي مركز حوير سحابي قور كيسي حوير ورسو الشاقمية ذو اليدين لبضي سحابي أو بكر عمر بفري سو الشاقمية رسوك لا يوهاوا سو الشاقمية كدب نبي قسم الجيري لبضي ربعوة ذكران وتكريم مرك على الأصل نبي وحنا سمينا إيه وإنه عمد وسمي أو كسو سمي سنة نعيد نبي وحنا آخري أيه السفرة قل أعوذ برب الفلق يا برب الناس صلاة صبح بونك آخري عقبة بن عامر عليه رسولك أيا إقرتي مرك سيا وحيري اقرأ في صلاتك ورسالة ذات عقبة وك آخري لبلا صورة ذات محايا لي فما تعوذ متعوذ مما جنجل ومذبح ما جنجلها يا بمثل ما أيوة خلته حديث كما ركب قليها وحكى الشيعي وسنة كيسة إني مركب حاوي ضعفي يوحكى الشيعان لكن سيد الراجح حديثه مسجنة يا أبو داود يا أحمد يا صوصار بسند صحيح وكان حواس بن صلى الله عليه وسلم احيانا غرغر يقرا من اخريه باكثر من ذلك وانت كبدن فكان هو يقرا من اخريه ب 60 ايه لحدن ايات بو اخرين جري يف اكثر واخ كبدن لحدن ايات يف واخ كبدن بو اخرين جري صلاه الصبح قال بعض رواته حديث الرهادي سقيم كما هو حيدن لا ادري ما غران هيو يري في احدى الركعتين من لبد الركعات بو اخرين جري في احدى الركعتين لبد الركعات ميد كميد ام يو اخرين جري أو في كلتيهما أما اللبذة الرقعوض ما اللبذة الرقعوض بكو أخرين جري لحدا الآيضات أو أسوته ما أهم محل رقعوض وكميدة أيو لحدا الآيضات كو أخرين جري ما قررنا يقول للراوي حديث حديث عن صوصة الإمام البخاري مسلم وكان حواس بن صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخريه بسورة الروم سورة الروم الجلوس سورة دانا سورة جلوس بكو أخرين هاي صلاة الصبح وكان هو يقرأ من آخره بسورة الروم بكو آخرناه وأحيانا مرمرنا بسورة ياسين بكو آخرناه مرمر وحوى الجورس بكو آخر مرمرنا وحوى سورة ياسين بكو آخرناه سبحان الله صلى الله عليه وسلم يا ها الجورس سما الله سورة الجورس مثلا سما قلب سورة الروم سوال ما حبيت قانا الجورس آسورة داسكو عنكبوت سورة كده ميس
ila magacyada soomaalida suurada qaad maxay meel bay isticmaalayaan mushaf ku waran magacyo gooni baa aljurisi hadda waxa way cankabuud salmi ila suurada ku cankabuud ba kitaab ku qoranta laakiin soomaali ah xisbiga uu yaqaan soomaalida suurta xisbiga leh ah ya ha gulbat ar-rum aljurisi ma he suurta qulub sax ah waa qaldamay ha way isdhex gashay qulub baa loo yaqaan marka waa arintii saas wey waay suurta ah ilmaan ya soomaalida qulub ay tirada aljurista ah suurta sig ya suurta isdhex galay okay marka waxa way nabi sallallahu alayhi wasallam suurta ar-rum ku akhrinay waa qulub ah qulubat ar-rum ayuu ku akhrinay واحيانا مرمرنا بسوره ياسين سوره ياسين بكو اخرناه سبحانه صلى الله عليه وسلم ومره مر صلى الله وتكد سبحانه صلى الله عليه وسلم على الصبح يوتكد بمكه مكه يوتكد فاستفتح سوره المؤمنين سوره المؤمنون مركو حوالي المؤمنين بكو فرفرتي حتى اذا جاء الى وكغار ديك موسى وهارون موسى هارون لو كغار موسى هارون وحوايا ثم ارسلنا موسى وأخاه هارون آيادا إلهو كغارو نبي صلى الله عليه وسلم وبيجكا وبيجكا صدحات خافك كبلان من بيجكا صدحات مثل بيجكا فرط إلهو ملاك غارو إله ذكر هارون وموسى موسى وهارون إلهو كغارو وآيادا ثم أرسل موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان المبين آيادا إلهو كغارو وآيادا فرطني الشناد مركز وحيري أو ذكر عيسى أما ماشي عيسى الوشيق عيد عيسى الوشيق وأيضا نهي وجعلنا مريم وأمه آية آية دا إله كجارو صار عدوه الرسول شك بعض الرواة رواة قيل كم إذا وحكي شكيين مذكرها موسى وهارون با ما هي مذكر عيسى aydi ciisa tilmaamaysay ka shakeeyneysa miya mise waxa way aydi lagu sheegay muusi iyo haaruun yana ruwaad qaar ba ka shakiyay akhadathu haqabati marka subhana sallallahu alayhi wasallam meesha markuu gaaray iska ma istaagin akhadathu haqabati sul'atun ama su'latun waxa way riir xiya qabati su'al riir xiya qabati meesha markuu maray thumma arsalna muusa wa akhahu haaruna bi ayatina wasta'an markuu marayo ee riixay qabtay riixay markay qabtay wuu sii rukuc nabi sallallahu alayhi wasallam ama ma markuu aayadan kale marahay oo wajacalabna maryama oo ummuhu umarahay ayay riixay qabtay wuu rukuc nabi sallallahu alayhi wasallam meeshaas uu rukuc qaaday akhadathu haqabati su'latun hawa riixay qabtay qufac ba qabtay oo farakaca subana wuu rukucay xadiidka waxa soo saaray imaam bukhari taaliqan mu'allaq bukhari bukhari wa muslim muslim hawa toos buu soo saaray وكان هو احيانا مرمر يا امه مدكو اما يا امدكو تجي سبحان الله صلى الله عليه وسلم في ربي صافات سوره صافات بو كتجنجري سوره صافات ايو كتجنجري حديثا سنه وحصص صار امام احمد ابو يعلى امام احمد يا ابو يعلى صصار وكذلك ضياء المقدسي في المختارات بو صار سنه وكان هو سبحان الله صلى الله عليه وسلم يصليها مدكو يوم الجمعه maalinta salaada jumcada wuxuu ku tujin jiray ama uu ku tukan jiray bi alif lam mim tanzilu sajd suradaas ayuu nabi sallallahu alayhi wasallam ku tujin jiray suradaas ku tujin jiray subhana sallallahu alayhi wasallam surat sajda wa surat aqilla kurise fi ragaati alula ragaada u horeysa wa fi thaniyati ragaada labaad yanaha جمعه مركه تاي وحلو له وحاوي وصلاه الجمعه و اما وحاوي وصلاه الصبح صلاه الصبح اي جمعه ما اعطي خطبه مده خطبه ما صلاه الصبح هذو ائمهن ميل وحاوا لو تجيا ما بلغت قارو حاوي هذا صلاه الصبح يدو لجوغ سوره كلا اخرس وعملين ان هذا وحاوي دفوين سميس ما ولو توكن كرا وانا لغتي كرا صبح الجمعه صبح صلاه الجمعه كان صلاه الصبح ما ها صلاه الجمعه خطبه قدم بيسي الف لام ينتزل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كنت في الركعه الاولى وفي الثانيه ركعه اللي بعدنا بهلا تاع على الانسان كنت تجي وسيده هذا ايمدين اسميسو وكان صلى الله عليه وسلم هو اها
يطول متريريو يعني القراءة يطول متريريو القراءة قراءة وحكو ديرنجري في الرقعة الأولى رقعة أهرس يكو ديرنجري أو يقصر وحقابين جري في الثانية أي في الرقعة الثانية الرقعة اللبادة وقابين جري إلا رقعة أهر عدين اللي قلتو كدو وعوى يسور السجد وكتو كده صلى الله عليه وسلم رقعة اللبادة وكتو كده هلأتا ويكرا ديريو تامي دو حوى يصدح بيج تنكرن وحوى وبيج يا هاف يا مكسو در بيج كلي هاف كيس اسكو نقنين ولا بيج واحد مولي لو بيج واحد مو مرك رقعه هورنا و ديرين جيري رقعه لبادنا و غابين جيري سبحان الله صلى الله عليه وسلم عند الصبح كاسو بحي صلاه الصبح ايو قراءه كو اخرين جيري سبحان الله صلى الله عليه وسلم القراءه في سنه الفجر حديث صلاة الصبح فرد كي وكسوب بحي إمامك خد بدقي سنة دي صلاة فجر كي أخوه الرئيسي رقعة الفجر محوص بناك وآخر جري وأما قراءته وقراءة صلى الله عليه وسلم في رقعتي سنة الفجر صلاة الصبح لولا رقعة أخوه الرئيس ورقعة الفجر لا يقال فكان وحي خفيفة جدا مدآت يآد مركو على أفوت حتى إن عائشة رضي الله عنها إلى أمنا عائشة رضي الله عنها أي كترابه كانت حي تقول متك قوشه هل قرأ ما أخري فيها أيضا بأم الكتاب سورة فاتحة ما أخري صوبنا صلى الله عليه وسلم مسوحك له قدري إلى أكش كده أيتر هذا الرسول إلهي ما فاتحة بس كل ركوعي مسوحك له قدري إلى أكش كده أيو قابين جروه يعني فكانت خفيفة جدا حتى إن عائشة رضي الله عنها إلى أي كتر أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول إلى أي كتر هذا هل قرأ فيها بأم القرآن بأم الكتاب أم الكتاب ما أخرية أو فاتحة سيده نبي أخففين جروه حديث كان وحصوص صاري إمام البخاري مسلم وكان حواس بن صلى الله عليه وسلم أحيانا مرمر يقرأ من أخرية بعد الفاتحة فاتحة كذب في الأولى تخرى ومنهما لبدر عضوات كمدة آية بو أخرين جري آية بو أخرين جري يسوسعت قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا سورة البقرة آية داسو أخرين جري رقعت أوه الرئيس أو رقعتي الفجر رقعتي سنة الفجر فعاد مركو حوالي رقعة الفجر رقعة أخر رسمك وفاتحة أخرية أيضا بو أخر جري قولوا آمنا بالله وما أنزلنا أيضا سيت أي أخر جري إلى آخر الآية إلى آخر أيضا أيضا آخر كده لا يقار أيضا آخر كده لا يقار وبيج كيس يقول كوري أيضا كبلا من سعيد لبادو رقعة لباد سما وفي الأخرى رقعة كلنا قل يا حكوا غنجري قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آية داسو آلة عمران أيكوا أغرنا رقعد هرا قولوا آمنا بالله وفاتحة كدر جري رقعد اللبادنا فاتحة كدر جري قل يا أهل الكتاب تعالوا أيكوا كدر جري إلى آخرها إلى آية آخر كده للدار وربما وحال الأركة قرائن وأخرية بدلها أما بدلهما أما أيضا دم بدلها له أيضا دم بيع وأه قل يا أهل الكتاب تعالوا بدل كذا إنه أخرية تهرق قولوا كأخرية مكت قولوا آمنا وتهرق أخرية تندم ببدل كذا وكأخرين جري وأه قل يا أهل الكتاب تعالوا أيداس بدل كذا وكأخرين جري فلما أحس عيسى منهم الكفر آية داسو آخر جل سبحانه صلى الله عليه وسلم إلى آخر الآية إلى آية آخر كذلك والله آية دوت وفي سورة آل عمران حيضا أو كلا بدلنا هاي هاي عددا به وأحيانا غور غور مرمر وحكو آخر جل سبحانه صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون بكو آخر جل رقعده هر في الأولى رقعده هرس قل يا أيها الكافرون بكو آخر جل وقل هو الله احد بوكو اخرين جري في الاخرى رقعه كلا
وكان وحده يري سبحان الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل قولها نعمة سورتان لبا سورة با نعمة لهذه هما هنا لبا سورة أي نعمة لهذه قل الكافرون أيه قل هو الله أحد حيلا تهروح كشكين سبراء من الشرك قال أيه وحي لها المال بحق تور تندم إلهي به في ساو أسماء دي سيئو إنه أسايا كلي مركو حوي عبادة سيئلية هاي وسورة مركو حوي وانصوم مري سورة إخلاص إن قل هو الله ننكي سحابي قائل صلى الله ومركو أخرنا يكوتو جنجري مروا البقوح أخرية بو سورة إخلاص بقدرة قل هو الله قدرة مركز عددك وتجنر وحيدهن ورنيو أما سورة دانكو كافت وكو أكيس وقل هو الله بس أخري فاتح مركز أخرس ما يكاه وكاك جوغ وحاد سميسا أيضا اسكما دا سورة كاللو أخري مركب عميري ورميه أنا أقول والله كما تغاية قل والله ما دينها حداد ربطان سيدن بان إمام إني هو أهان سورة مكان أخرية قل والله نخر أما قل والله نهور بره سورة كلان كتب أخر ساسان إمام إني هو أهان أما مركب حاوية حداد كراهية ستين إمام كلا سميست أنا إدايب رسول كان لوغي والله دعوه يعني رسول كلا يقول إن كان مركو فاتحة أقرية وحقود على قول والله سورة كلام كسي درا أما قول والله أدن بيسية والله يري محاسة هو عليه وصاو سميسي وصورة نصاو سميت كل يدكو أكي ستي أما سكديس حي رسول الله يو أني بديني وانجع له سورة سورة وانجع له جعيل كيدا سوفت دا جنة قلع مركو سورة وصورة ماشا سمعناها فرد سعابي وابي جعيلك ويا جعل هذي أيال جنة تكون متيستي مرك النعمة سورة تاني سورة ظهرنا براءة من الشرك يكفر يقال وحيلا هذا هو اتحاد الأديان بل أيضا أي وضان أي سورة إن كان ليس وإلى يقول يقول يا أيها الكافرون فاترى كوين إن قال هذا هذا نوع قال ما ودي كرت بقال هذا ترى دعوة وهو هذا عنصري بالولي اتحاد الأديان إبراهيمي وحسمين سوى كبر حسن قليان ولا عرب هذا ما هذا وين قاركوا حسمين بيت الإبراهيم وعلى حسمين نايدين أو صلاة بالبيتكن أو كريسة دينك إيمان هيان كوي مجوزته كوبد بود هيان كوي دبشيرنا هيان كوي دبشير هيان وحدهم بوعوي وحوي وأديان تجمعين يا كلي كوني أفر بقول سنة خوربا عليه قولي الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون وعلى كلام يدي مركو حوي 2020 ولا جوا وحن سمين كوني أفر بقول سنة واحد سعون واي يعني هذا ودي وأون آخر سبام وهذا وما أون عقابي على كم متيسن دين ترسان الله كم جينيس إلهي هدو مركو حوي دفكو قال هذا يبدل مان أنتو بابي وقال كراه كخير بناء على الإيمان هذا نعمة إلهي إنسية كفرسان وبترول كي نعمة إلهي ويسو صار أي كفريان إلهي أنتو بابي أيو قال لك وأنا سنكيني وأنا أرلنا ولا سوى ذمري أرلنا ولا سوى ذمري فرعون وإلهي نمشي كتير أرلنا مقتاجنا حاجة ودميس وتجي نك قارونها أو أيه واحد هيستان قال يا خليك كرنا هديلس كده وهذا وحده يستأن جاري كرني لو عن رشة فريسة بس نتنوب بالعصبة والقوة جماعة عدم بعفورها قريها بس للي عيس قارون مالك لسيا بيا قرن دنين نيجي واحد لسيا تجي وسيجر لا بهيو إلى النبي يرجكت المقلسين لسعرة جوب بين بلان إيوه فدي مركز رجكت هذا المقلسين قنينك قارون هذا سلك نار تجاري هنا هو لسه رقيبة تجي أو إن سناديت قريش أو رقي أبو لهب يا أبو جهل رقي وحوي أدوية سكو حينه أو وين تجد؟ أدين بروتي ما راح نبى لا يقل أمرك حوي دين برمدين ده أما حوي إلى وضد قوة للمر وسمع وحوم قال سبحان الرجل نبو مغلو يقرأ أخرنا يا سورة الأولى سورة ظهر رسوا قل يا أيها الكافرون وفي الرقعة الأولى يعني في الرقعة الأولى سوق أخرنا نبو مقال رقعتي او هريسه كو اخرنا يقول يا ايها الكافرون ورقعتي الفجر فقال مركز عويري نبي قال هذا كان عبد وادون وامن بربه ربي الرمي ادون كان رقعته او هريسه قول الكافرون كو اخري وادون اله الرمي ثم قرا سوره ثانيه سوره اللواط وهدنا اخري رقعتي اللواط اخلاص بلا الجنا في الرقعه الاخرى رقعتي كو اخري فقال سبحانه عويري هذا كان عبد وادون عرف ربه وأدور ربي سكرت حديث رسول صار إمام الضحاو ابن حبان في صحيحه
وابن بشر وكذلك حافظ ابن حجر حكوس صاري سجنا في العاليات مطالب عالية حديث حكوس صاري وأربعين متباينة كتاب كسر 40 متباينة سنة حكوس صاري كذلك سيف في عام بوغا هذا كتاب سنتاج الأفكار حديثا وقل يا كود ودغي او سند كيسو حكش شيغي مركه امامك حافظ ابن حجر او علم راس الله وفري وفري وامير المؤمنين لقب كاس كغار علم الحديث سيف عن بو حديث كاس مركه حوايه وتخريج او هذا كتاب كسر انه كوسو صار وحديث ثابت وسغن لكن عكس ما يسمى روايات قار عليه هذا عبد امن بربه صورة إخلاص أيسيان هذا عبد عرف ربه وحسيان صورة قل الكافرون بيسيان لأن صورة ظهر وحكالي سا قوله محمد وبرنا الدين تدا أن معلم ودا أن سكو وطن معلمنا أنا وحنا أن سكو إيمانه أيا لقوم فيه الديدي قل يقول أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هل كسلوا طوري وحاول عبد عرف بربه روايات قارصة إليه تندم بنا هذا عبد آمن بربه يقول بحكاية ديسا إلهي أسماء ديسا صفات كيسا إيو عبودية ديسا إني كلي ديسا لغة با تقوى حق سلا هذا الله عرر وإلهي كلي وحداني يدو ليه أي كان ديسا مرك الله بدن سورودوت والله سورودوت آد قيمة بدن أن سكوت دينو صلاة صبح هنا رقعة الفجر كهر ريسو أن لازم نون أن بطسن مدام النبي صلى الله عليه وسلم أويري أدونك إلهي ورمي أدونك إلهي وقرتي وأرني أدو قيم بدن ومخرج كأي سبحان الله عليه وسلم مركي أنا بتصنع ورجعت الفجر أن كنت كنو أن أبدينه رجعت هو رسول الكافرون رجعت لوادنا سورة إخلاص أقول والله صلاة الظهر صلاة الظهر بمرك حوالي أبابية وكان حوا سبحان الله عليه وسلم يقرأ من آخريه في الرجعتين الأوليين لبعض الرجعات هو الرئيس صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وكأخرين جري إيه وسورتين لبعض سورة ضوط ويطول ديرين جري في الأولى مدوه الرئيس ما لا يطول حسن ديرينين في الثانية رقعة اللوات رقعة الرئيس الظهر كان أدبو ديرين جري رقعة اللواتنا كقابين جري وحقا لكن حبيب ما تبدو حير يرد ديرين يريد ما كسب حسن طوان طوان روح بحراك وقوان ما المي الله قفص النوع يمد يكوي الرئيسي يعني رقعة دوه الرئيسي أدو ديرين أنا حديثي من العسر هاي دورك إلى إدتك إلى بنانك سوى قاران وحرق عدو يستاوي اللواء يريد ما نقسي بعيا يتوان ربع الله ورياء ودفتوان ودى ريسي ونقو عاوي عارسوي سنة من مرقار وانت بقضاء ترادة وأدبا لوسو لوسو جوايا لكن من مرقار الله صبر في عانت أيوه ذكرة تسعين إلي سنة ولو برارو المقت إلي سنة إما تصوي في عانت حديث الله حصوصها الإمام بخاري مسلم وعليه سبحانه صلى الله عليه وسلم كان حليه إمامك علي رحمة الله كان يقرأ في الرقعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وكأخرين جري إيه وسورتين لو سورة ضوط ويطول ويطول ديري ويطول ديرين جري في الأولى مدوه الرئيس ما لا يطول حسن ديرين في الثانية الرقعة لبط وكان حواه سبحانه صلى الله عليه وسلم أحيانا غور غور يطيلها مد ديريه مرمر بو ديرين جري حتى أنه كانت إلى إكاءهاته أنه شأني كانت إلى كاهات صلاة الظهر تقام مد مركو حوية لو استاغ مد لو استاغ أو فيذهب أو استاغ تقام مد لو أقيمه صلاة الصبح الظهر بل لو أقيمه أو فيذهب حتى جهيو أذاهم متقو إلى البقيع قبورها بقيع أكثر رأيو آله يا أمل حلوه لو بيح بنام بح لو بيح جروه كربح إلا واحد هذا مسؤول عن أي واحد قال بيمركض كي ماذا عايشة دي جرتي أنت كنا في إلا سمينين مالها وحوايا لوسك كلها يو ما باشا على سمين مسؤولها على سمين كهر حديث كي كيوش شكينيس ولا بيحي جري وبنان كهر بحبه لو بيحي جري تذكر وسخي يراه أنت مساجد كنا بيسرع عليه سلم أجار كيسة ما يدقنا يعني تذكر صحابة يدقنا يعني أدب الله يرى مركب بقيع وهذا وسارا مساجد كنا بيسارا ماشي نقوران بقيع أكتر هذا مال بنان بحه هو ده إلهي ودوره هو بنان بحه مركز فيذهب هذا يذهب قفكر وبح هذا إلى البقيع هود كاس بقيع بوآدي أو فيقضي مركز سوق ذن حاجته كربح بوآدي
حاجديسو سو دميسن صلاهن ولا ولا غلى وقت ظهر ولا غلى ثم ياتي وايمان منزله غرغيسو عادي مساجد كويسي لو ما سودان اي غرغو عادي منزله غرغيس ثم يتوضا وسوي سيسن غرغيسو كسوي سيسن ثم ياتي وايمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يو في الركعه الاولى ركعته ورسكجو وتغهيا صحابي وبخي كربح وادي بقيع وان الى انت نشيل كاس عمل نوجرتا برك مسجد النبي قال جو الى شهر كاس عمل وجرتا ميلا ان غرجك غفورغيس انت عمل بيجرتا برك دو ديرهان ماشي عمل بوادي كربح ووتي وصول لابن غرغي سو ادي وسو ويسيسن رقعدي كواد ونبي تاغي ولي صلاه دمرك محل واخري سوره دير بالوخري سوره دير بالوخري ثم ياتي ايمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى ركعته الرئيس كجرو مما يطولها وحو ديرين هي سببته مما يطولها وحو ديرين هي سببته رواه البخاري ومسلم وكانوا وحي اهين يظنون كو املايو انه واسه يريد انه دونه بذلك ارنت سيدا اي يدرك الناس ددك اني سو هليلان في الركعه الاولى هنا ركعته كواد ددك اني كسو هليلان ركعته كواد انو ربا اي املين جيرين صحابته وكانوا وحي اهين يظنون كو املايو أنه يريد أن يدون يسوبناها صلى الله عليه وسلم بذلك أرين تسيرا ودارين هايو أن يدرك أن يسوها ليلان أن ناسودك أن يسوها ليلان الركعة الأولى ركعة دوه الرئيسين يسوها ليلان حديث أسيقنا حسوسا أبو داود بسنة دي صحيح ابن خزيمة وكان حوى صلى الله عليه وسلم يقرأ من آخر إلى وحصو مرني بمناسبة نبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاة قابين جي سبب كتما أما قفة حنقضة سيري هذا بمركع الركوعي حديث أسيقنا مرين أما عنق يرؤوهن تيهم مغلو cunug yar oo ay ha maqlo uu gaabin jiray salaada iyo waxa kale oo kumideed ku jirtay wax la doon qiyaas awla ay meesha fuqada ka qaateen oo shaaficiyada qeyr kood waxay dhahayn adigoo rukucsan hadaad maqasho qof soo dhigliinayo oo tiktik la soo la shaqadiisa maqasho muusuu kartaa haabe dhahayn fahmin baabil awla qofka inuu soo gaaro ragcada soo haleelo waxay baad rukuca isku yiri cilin ilaa uu ka soo haleelo qofka asaga soo gaaro waa la sababi karaan inay niyad ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وجابيه لأجل مصلحة وكذلك لأجل مصلحة إمام هو ديرين كرا تنبانا كمية حديثة ما نتوسينا وحي أم الإنجيل السحابة إنه ديرين هي صلاة إنه السحابة كرا سوها ليلان سي أي أول حدان أسو قاران سادة رد أدور كوسان هذا أرتقف سو دكار مكتب سعود كوضا ملي ركسو مغل أدور كوسان وير كادي مرك انتو كاسو هليلاي وعبا بوبسين هلا أم الإنجيل نيدا هذا سعد نيدا سأب دشو وقف كائن أسوء شيء ترى إن سلاد كاجي كام جبيس نبي صلى الله عليه وسلم سمين جري وكان حوا يقرأ من آخره في كل من الركعتين لبعض الركعات متكو آخريه قدر 30 آية صد الآية إن لك بكو آخر جري قدر قراءة أنت الآخرية عمل ألف لام ميم تنزيل سجد إلى سورة أنت الآخرية ألف لام ميم تنزيل سجد إلى الله آخر إن الآخرية أيو سبحانه صلى الله عليه وسلم وآخر جري وآخر جري وفيها الفاتحة سورة الفاتحة ويكجر تأغو حديث رسول صار إمام أحمد وكذلك إمام مسلم وأحيانا مرمرنا كان هو سبحانه صلى الله عليه وسلم يقرأ من آخره بموس حوية بوسماء وطارق بآخر جري سورة طارق بآخر جري سورة طارق أي آخر جري إيو وسماء ذات البروج سورة البروج بآخر جري إيو والليل إذا يغشاها سورة سوليلة يغشى وأخرنجري إيه ونحوه وحلمي من الصور صورة أنت صورة حلمي أيه صورة إن جابنا قصار مفصل كدوال مفصل كواس بأخرج وربما وحال أركا قراي وأخريه إذا السماء شقت إنه أخري الأركا إذا السماء شقت إنه أخري الأركا إيه ونحوها صورة حلميك حديث سيد بن خزيمة صصر في صحيح وكانوا حي صحابة مركز صحابة صحابة وحي أهايان يعرفون كوا كقرط قراءته وأخرنجسة في الظهر صلاة الظهر إيه والعصر إلى قراءة كله قادم له سيكون قرنين النبي ينوح قرنين كله بالطراب لحيتي أما لحيي بالطراب لحيي لا بد يسجر نركب على ولا بابا كان يكمل دقائق ما كله حقنين إلى لون دقائق أما ما هي بالطراب لحي غير كيس دقائق لحيي هذا ترى أنا والله بدأ دفور بينكم لون طبعا دقائق هذا أي لو قرين جري النبي يعني قرر وينه مركو حقنا يا جل كيسال دريبين وحقنا يا مر قارن وكان يسمع من صومرني
من مرقارنا هو مغسين جريو إياك نعبد وإياك نستعين بطوس وآخرين أي مقلها يا وكانوا يعرفون كرت قراءته ونبي آخرين تيسة في الظهر صلاة ظهر إيه والعصر صلاة عصر باضطراب لحيتي قركي صدقاء سأيه قرنجرين رواه البخاري وأبو داود والله سبحانه وتعالى أعلم.